حابب اقول لكم طريقة تنظيف الحلة، او اللي هي يعني الحلة بتاعت المبرد المية اللي هو الكولدير. سيادتك مثلا ممكن بتحط هنا هو تنظيف، وبتجيب مية زي كده، تمام، وبتقعد طبعا لازم تدخله الحمام، بتقعد تنظف كده هو، تمام، وبتجيب شوية بريل وبتحطهم، بس بريل صغير جدا عشان ما يتفعلش مع المية، تمام. وفي صنبور هنا، تمام، الصنبور ده لازم انت بتفتحه عشان بتنزل منه المية، تمام، وبتخلي بالك من اللي هو الماتور. الماتور هنا هو يا جماعة ما يجيش عليه مية خالص، اللي هو الماتور، وبتبدأ تنظف اللي هي الحنفيات، تمام، وبتبدأ تنظف اللي هي القاعدة، واهم حاجة الحلة اللي هي دي بتبدأ تديها مية على قد ما تقدر، تمام، او لو انت عندك مية سخنة وشوية كربونات وشوية ملح ليمون، وهتلاقي الحلة بتاعتك نشفت، ودي طبعا بيكون زي ما انتم شايفين المية بتنزل من هنا هو، تمام. بكده يا جماعة تكون نطفت، وبعد ما تعمل كده في طبعا بتسيب المية تصفى خالص، وبتسد اللي هو بتاعت المية وبتملاها بالقارورة زي ما هي، وبيرجع نظيف زي ما يكون اشتريته. متنسناش في الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.